هو ابن عبيشة ما استقلش من الوداد. ابن عبيشة كان خدام، كان ظني يمكن كانوا شي مشاكل مادية، اضطريت أنه نبتعد، لأنه كتعرفوا لا يعقل أن مدير تقني يقضي سنة واحدة. بصراحة ما قال لي حتى شي واحد شي حاجة، وما عيط لي حتى شي واحد باش نكمل. كنظن هذه هي سنة الحياة، وكنتمنى الوداد مسيرة موفقة في الفئات الصغرى وكذلك الفريق الأول. بالطبع فاضطرينا أنه ندير واحد الأكاديمي ديال تكوين لاعبين، نتمنى إن شاء الله نتوفقوا، لأنه يمكن عندنا من الإمكانيات التربوية باش نديروا هذا العمل هذا، ونتمنى إن شاء الله نتوفقوا ونوجدوا لاعبين اللي يقدروا يلعبوا في الأندية كبيرة وكذلك في المنتخبات الوطنية إن شاء الله. كنتمناو، لأن في البداية كتكون صعيبة، والحمد لله إحنا عندنا الصبر، خصنا نصبروا شوية، ونتمنى إن شاء الله نكونوا موفقين إن شاء الله.